استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاسخير بحضور صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم. استقبل سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفه وزير الشؤون الديوان الملكي حيث تشرف سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفه بتقديم دعوه الى جلاله الملك المفدى لحضور حفل زواج نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفه وقد اعرب جلاله الملك المفدى عن خالص تمنياته لسمو الشيخ خالد بحياه سعيده وزواجا ميمونا مباركا.